كوكا بقى، كل الاسامي دي هنحاول نطمن عليها من خلال زميلنا كريم احمد اللي متواجد حاليا دلوقتي في مقر النادي الاهلي في الجزيره، وتحديدا بجوار ملعب مختار التتش، عشان نطمئن من خلاله على اخر اخبار الفريق. عندنا اسئله كتيره، الجمهور مستني اجابات يعني واضحه عشان نطمن كل الساده المشاهدين. قدامكم اهو الشناوي ومصطفى شوبير والزنفلي، وكمان موجود مصطفى مخلوف. طيب في البدايه برحب بزميلي كريم احمد موفد قناه الاهلي، موجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. كريم مساء الفل، ازيك؟ كل التحية والتقدير ليك زميلي العزيز محمد سعيد، وكل التحية لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي. طيب طبعا انت اكيد سمعتني وانا بتكلم على مسألة الغيابات والإصابات والقائمة اللي اصبحت الحمد لله خالية من اسماء لاعبين كثيرين كانوا بعيدين تماما الفترة الأخيرة. عايز اسالك بقى، يعني مش هقول لك ياسر وكوكا ومروان وحسين وهل ركب القناع وخلاص بقى موجود في التدريبات، الشناوي ندفد، يعني كل المعلومات اللي عندك يا كريم تطمنا بالتأكيد في هذه اللحظات. بالتاكيد يا محمد، يعني النهارده مجرد دخولنا ملعب مختار التتش يعني سعداء جدا احنا على المستوى الشخصي الحقيقه، الواحد سعيد جدا ان انت تشوف الكوكبه المميزه جدا اللي كانت غايبه. انت ذكرت الاسماء، قيمه كبيره جدا، كل لاعب بخبرته بذكائه بقوته بروحه، مش عايزين نكرر اسماء، لكن اللعيبه الحقيقه اللي كانت غايبه عن صف فريق النادي الاهلي مجموعه كانت مهمه جدا. الاهلي بمن حضر ده امر معروف، ويمكن زي ما بنقول كل جمهور النادي الاهلي عارف هذا الامر، لكن الاضافات لما بتكون متواجده، الخبرات لما بتكون متواجده في هذه المرحله الاخيره من رحله البطوله او رحله الحفاظ على لقب بطوله دوري ابطال افريقيا، امر بيكون مزعج جدا لجمهور النادي الاهلي، وامر كمان بيسعدنا بشكل كبير. النهارده شايفين يعني شفنا ديانج وشفنا ياسر الشناوي، ايضا كمان مروان عطيه، ياسر ابراهيم، حسين الشحات، امام عاشور. الجاهزيه الحمد لله بالنسبه لعدد اللاعبين دي جاهزيه بنسبه كبيره جدا الحمد لله. اللعيبه ادت اداء رائع بالنسبه للفتره الماضيه، التأهيل كان على اعلى مستوى، اللعيبه كان عندها اتقان كبير جدا في تنفيذ البرنامج التأهيلي عشان نحتاجهم، او اللعيبه او الجهاز الفني للنادي الاهلي محتاجهم خلال المرحله القادمه. خلاص احنا داخلين على المراحل الاخيره من البطوله الافريقيه، لكن زي ما بنقول كان دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي قال ان الخمسه هيكونوا متواجدين في اخر شهر ابريل، واحنا خلاص في نهايه شهر ابريل. لكن عايز اكد على في البداية على مروان عطية، يعني مروان عطية بمشيئة الله إن شاء الله يكون متواجد إن شاء الله بإذن الله في قائمة المباراة. حسين الشحات شايفين النهاردة مرتدي القناع، زي ما بنقول حسين أدى دور مهم جدا خلال الفترة اللي فاتت بالنسبة للتدريب، ويمكن كمان موضوع القناع عشان الاحتكاكات والالتحامات. أنت عارف يا محمد ممكن يعني حد يشوط كورة ممكن تيجي في وشه أو حاجة زي كده، الاحتكاكات دي بتكون أمر مهم، لكن حسين الشحات إن شاء الله بإذن الله عندنا لسه كمان 48 ساعة بالنسبة للتدريبات بمشيئة الله يكون متواجد في القائمة. الشناوي أيضا كمان بيأدي دور مهم جدا الحمد لله. زي ما بنقول يا محمد دلوقتي يمكن مستر كولر ممكن ما ياخدش لاعب او اثنين في القائمه، لكن احنا بنبص على قدام، عندنا لسه مباراه مهمه جدا، مباراه الحسم بمشيئه الله ان شاء الله يوم الجمعه في حضور جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي اللي بنراهن عليه كالعاده، مفعول السحر، التشجيع، التحفيز، الهتاف، كل الامور دي الحقيقه بتكون مهمه جدا. لكن تدريب النهارده زي ما بنقول درجه الحراره عاليه شويه يا محمد. النهارده كان مستر كولر قال ان التدريب هيكون خمسه، كنا متوقعين ان التدريب يعني يتاخر شويه، لكن كان لعيبه النادي الاهلي في مازيمبي لعبت في جو كان صعب جدا جدا جدا، فعشان كده كان مستر كولر قال لا نتمرن الساعه 5 النهارده الجو العادي المعتاد بتاعنا، لابد ان احنا نتعامل مع كل الاجواء. شفنا اجواء كانت صعبه جدا النهارده، التدريب بعد الراحه زي ما انت قلت، زي ما بقول لك كانت بدايه التدريب محاضره لفريق النادي الاهلي في البدايه، يمكن مستر كولر اكد على اهميه المباراه، اهميه الحسم، اهميه التركيز الكبير جدا. شكل مازيمبي في مباراه الذهاب هيختلف بشكل كبير في مباراه العوده، الراجل اكد على كل هذه النقاط، وان شاء الله باذن الله لعيبتنا تساعد محمد هذا الامر في تحفيز الجمل، اللعيبه يكون عندها استيعاب كبير جدا في المباراه، في التكتيك المطلوب، تقسيم المباراه يكون شكله عامل ازاي، ده امر مهم جدا. لكن زي ما بنقول البشره المطمئنه جدا ان احنا شفنا عدد كبير من لاعبي النادي الاهلي خلاص وصل لمرحله جماعي والاحتكاكات. الشناوي الحقيقه طمنا عليه بشكل كبير جدا، حسين زي ما بنقول امام فرصته كبيره جدا مع مروان، ده امر مهم جدا حابين ناكد عليه، كل الترتيبات وكل التدريبات خلال ال 48 ساعه القادمه يحافظوا بس على نفسهم ويكونوا متواجدين في القائمه ان شاء الله باذن الله. الامور تكون طيبه لفريق النادي الاهلي في التدريبات، مستر كولر يكون يعني واقف بشكل كبير جدا على السيناريوهات وعلى التكتيك، ويكون ارى المباراه الاولى بشكل كبير، شاف فريق مازيمبي بيلعب ازاي خارج الارض وداخل الارض. ان شاء الله محمد تكون الامور موفقه لفريق النادي الاهلي. طيب عايز اطمن منك على اليو ديانج، يمكن انا حاولت بس اتاكد كده من التدريب الجماعي وجريه اللاعبين حوالين الملعب، في كذا لعيب على فكره من القطاع الناشئين بيتدربوا مع الفرقه، بس بتحاول اتاكد هل ديانج موجود في المران الجماعي برضو ولا لسه؟
موجود يا محمد. يعني احنا شفنا ديانج الحقيقه في البدايه، طبعا انت عارف الجزء التسخيني الاول ده كل اللعيبه اللي بتشارك فيه حتى اللي بيأهل، لكن ديانج متواجد في تدريبات الكره، هو يمكن الجزء التدريجي وداخل في مرحله مهمه جدا او المرحله الاخيره بالنسبه لديانج. يمكن زي ما بنقول الجهاز الطبي فيه تأني كبير جدا، بيدي جرعات تدريبيه بسيطه، ما بيبقاش فيه احتكاكات بشكل كبير، ما بيكون في تقسيمه، بيحاول ان هو يدي جزء بسيط على اساس ان الجهاز يا محمد مع التدريج بالنسبه لي التدريبات الجماعيه بتكون امر مهم جدا. زي ما بقول لك لسه عندنا تدريبين مهمين جدا غدا وبعد غد ان شاء الله باذن الله، مع استمرار ديانج مع استمرار ايضا حسين امام ممكن نشوفهم بشكل كبير جدا في القائمه، لكن ديانج متواجد النهارده في التدريب. الكل قطع شوط كبير جدا يا محمد في التقيل، ينقصنا ايام بسيطه وان شاء الله باذن الله مش بعيد ان احنا نشوف عدد كبير من كل اللاعبين اللي كانت عايدين مع السكواد الرائع والمميز جدا اللي ادوا اداء اكثر من رائع في المباراه الاولى بخطه فنيه مميزه جدا لمستر كولر. الحمد لله قدرنا ان احنا نتخطى الشوط الاول، عندنا شوط الحسم ان شاء الله في القاهره ان شاء الله باذن الله محمد، بطاقه التاول تكون من استاد القاهره بمشيئه الله. انا مبسوط بالصوره اللي قدامي يا كريم، ويمكن استاذن الزملاء حتى يعني كادر الشاشه بالكامل يكون للتدريب، لان بصراحه فرصه يعني الجمهور يطمن اهو قدامكم. الحمد لله امام عاشور موجود في التدريبات الجماعيه، دي اول لقطه لحسين الشحات يعني موجود في التدريبات الجماعيه بقناع الوجه ومتواجد مع زملائه. اليو ديانج اهو الحمد لله قدامكم اهو في التدريب، ويمكن اللقطات دي خاصه وحصريه، احنا بنطمن جمهور النادي الاهلي وده دورنا اللي احنا نطمن الجمهور. اليو ديانج اهو موجود بجوار بيرسيتاو، بجوار انتوني مودست، بجوار رامي ربيعه، شايفين اهو حسين الشحات مع علي معلول، شايفين طاهر، شايفين محمد هاني، امام عاشور، مروان عطيه كمان كان موجود دلوقتي الحمد لله، كريستو موجود، كريم نيدفيد، ياسر ابراهيم. يعني بصوا الصوره اللي قدامنا دي يعني اكبر دليل على كل الاخبار اللي بتتقال اصبحت دلوقتي امر واقع قدام حضراتكم، والشناوي كمان. يعني نختتمها يعني بصوره ايجابيه، محمد الشناوي موجود في التدريبات الجماعيه مع مصطفى شوبير، مع الزنفولي، مع مصطفى مخلوف. فكره بقى مين يشارك في المباراه ده امر نسيبه لمارسيل كولر. طيب كريم اخر حاجه، هل في تفاصيل متعلقه بتدريب بكره تدريب بعده، وهل ممكن الفريق يدخل معسكر مغلق من بكره؟ مواعيد التدريب ممكن تتاخر شويه لان المباراه على فكره يوم الجمعه الساعه 10 مساء بعد تغيير التوقيت في منتصف ليل الخميس للتوقيت الصيفي، فالمباراه بدل ما تبقى 9 هتبقى 10 بتوقيت القاهره. بالتاكيد محمد، يعني عايز اقول لك ان غدا تحديدا هيكون التدريب نفس النهارده 4-5، لكن يوم الخميس طبعا الساعه 4 التجمع، الساعه 5 التدريب، لكن يوم الخميس يعني من المعلومات اللي عندنا ان التدريب هيكون 7 مساء. ده امر بالنسبه لمستر كولر لما بتكون المباريات في تمام التاسعه او الساعه 10، الراجل بيحاول ان هو يعمل التدريب الساعه 7 بتسبقه محاضره، ممكن كمان التدريب يبقى 7:30 8 الا ربع، فالراجل يمكن حريص جدا على هذا الامر، بيحاول يقرب التدريب شويه عشان لما بتطلع لمعسكر مغلق ما يبقاش في متسع كبير من الوقت، اللعيبه تقعد فتره كبيره، يعني بيكون الامور بتحسب بدقه جدا بتوقيت مهم جدا. لكن اللي باكد عليه غدا ان شاء الله باذن الله تمام الساعه 5 يكون تدريب فريق النادي الاهلي، والتدريب الاخير يوم الخميس من المتوقع يكون في تمام السابعة، وهو يوم واحد معودنا عليه الحقيقه مستر كولر ان هو بيكون معسكر مغلق. اللي عايز اكد عليه محمد لعيبه عندها حافز كبير جدا وعندها رغبه كبيره جدا ان هي ان شاء الله باذن الله تسعد كل جمهور النادي الاهلي سواء المتواجد في استاد القاهره او كل جمهورنا العظيم المتواجد في البيوت هيتابع على شاشات التلفزيون المباراه، مباراه الاهلي ومازيمبي. ان شاء الله محمد بالجديه وبروح الفانيله وشخصيه النادي الاهلي المعروف عنها في هذه المباريات الحاسمه، ان شاء الله بطاقه التاول تكون من استاد القاهره، ويستطيع النادي الاهلي بكل جديه ان شاء الله باذن الله انه يعمل نتيجه مميزه جدا باداء يسعد كل جمهور النادي الاهلي. شكرا ليك يا كريم، مداخله موفقه فيها اخبار سعيده، وش السعد دايما يا كريم، اكيد اخبار مهمه جدا طمنا فيها جمهور الاهلي قبل مباراه.